الباب السادس والأربعون وثلاثمائة. باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.